طبعا أنا من أشوف شيء غلط أحب أحكي بالموضوع. الشغلة هي ما تسوى بس واحد لازم يحكي بيها. قبل يومين الأولاد قالوا لي بابا جيب لنا دجاجة على الفحم وبيتزا. قلت لهم ماكو مشكلة. رحت أكو مطعمين، واحد يسويها على الماكينة، واحد يسويها على الفحم. زين رادوا على الفحم. طلبت على الفحم والبيتزا جبتها من غير مكان. نعم البيتزا جبتها من غير مكان، والدجاجة طلبتها من عندهم. طبعا برا خالين صورة الدجاجة ويا بطاطا هاي الشغلات. المهم طلبت الدجاجة، انا حسبها الدجاجة يجي وياها البطاطا، لان خالين انتو بالصورة. المهم اخذت دجاجات الاولاد، لان الاولاد لا تعرفون يحبون الفرايز. وصلت للبيت نفتح الدجاجه ماكو وياها بطاطا. بابا وين البطاطا؟ ما ادري بابا. المهم قلت لهم خلاص بابا ماكو مشكله هسه. الشغله مو هنا، هي الشغله ما تسوى بس عيب من تخلي بالصوره موجود بطاطا وياها. رحت للمطعم حتى اسالهم اذا تاكدت طيب شنو يجي ويا الدجاجه؟ كان بس يجي مخلل طرشي ويجي ثوم والدجاجه. تين خبز ما يجي وياها؟ لا. البطاطا كان لا. طيب شنو خالين هاي الصور؟ تقول لي زينه، يعني البنيه اللي قالت لي زينه. شلون انتم خالينها بالصوره؟ شلون زينه؟ ما يصير. يعني انتم هل قاعد تشذبون على العالم ولا شنو؟ هي الشغلة انت قاعد تاخذ $23 على الدجاجة مالتك، المحل الثاني يبيعها على الماكينة $11 ويعطيك خبز ويعطيك وياها طرشي. زين انت خالي بس خبزة ويا خبزة واحدة تحتها تحت الدجاجة، هي هاي والطرشي وثوم. زين ليه تخلي وياها خبز؟ اخذ فلوسه. اذا ما مكفتك 23 زيد وسوي نفس الصورة وخلي خبز، حتى مو واحد ياخذ من عندك شغلة يجي البيت ما عنده خبز وياكل دجاجة خالية. ما ادري انا صح ولا غلط، صاير وياكم هيك؟ شنو لو هم قاعد يسوون هيك بكيفهم يعني؟ زين انت عندك مطعم قاعد ديرة صح؟ ما يجوز تقدم الزباينك هسه مثلا ها قدمت له الدجاجة، زين شلون راح ياكلها؟ بالتشيو اللي خاله؟ ما ادري بالله كتبوا لي صح انا ولا غلط. والله يحفظكم.